نظرة أعمق حول المباحثات الثنائية بين مصر وإريتريا، حيث ينضم إلينا أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. بعد التحية، كيف قرأت نتائج المباحثات المصرية الإريترية؟ طبعا يعني كما أشار التقرير اللي أنتم أزعتوه، العلاقات المصرية الإريترية علاقات ممتدة وقوية، وهناك تعاون دائم واتصالات دائمة مع الجانب الإريتري بين مصر وإريتريا ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه ضمن اطار توسيع علاقات مصر وشراكاتها مع افريقيا، كان جزء مهم جدا تنميه العلاقات، لانه اريتريا مرتبطه بمصر وبالامن القومي الخاص بالبحر الاحمر وغيره. فبالتالي التعاون اولا من ناحيه ثنائيه، يعني كان في اتفاق للشركات المصريه تبقى متواجده في السوق الاريتريه، ويعني في تعاون، في تبادل خبرات، ومصر لا تتوانى ابدا عن تقديم خبرات او التعاون والشراكه مع كل الافارقه، يعني الاشقاء الافارقه. النقطه المهمه كمان الحقيقه، بجانب طبعا العلاقات الثنائيه والعلاقات الاقتصاديه والتجاريه وتنميتها، بامن البحر الاحمر، لان اريتريا الجانب الاخر من البحر الاحمر. لو حد بيبص على الخريطه هي المواجهه لليمن، بالاضافه الى اجوار الصومال، وكلا المنطقتين سواء البحر الاحمر او الصومال مناطق مهمه جدا لامن القوم الافريقي والعربي وامن البحر الاحمر. وبالتالي فمن المهم جدا انه كان يبقى المباحثات تتناول ما يجري من تهديد للملاحه واللي بيؤثر بالتاكيد على الملاحه في البحر الاحمر، وبالتالي المرور في قناه السويس اللي جزء من انعكاسات حرب على غزه اللي مصر بتسعى ايقافها اساسا، ومن مبادرات او اتصالات او غيره. طبعا كل ده جزء كان مهم جدا من المباحثات الثنائيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس افورقي في اريتريا. نعم، المباحثات بين الزعيمين اكدت ايضا على الاهتمام بمواصله تطوير العلاقات الثنائيه. في ظل ذلك، كيف ترى تطور العلاقات المصريه الافريقيه لتنشيط التبادل التجاري بين القاهره ودول القاره؟ مصر على مدى سنوات الحقيقه حريصه على هذا التطوير بشكل كبير. احنا عارفين انه سواء في فتره رئاسه مصر للاتحاد الافريقي او بعدها او قبلها، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص جدا انه يكون لافريقيا دور مهم، وتكون في اتفاقات واسقاط الحدود الجمركيه او الرسوم الجمركيه بين الدول، وكان يعني من ضمن الطرق المهمه دعم مصر للسوق الافريقيه المشتركه، السوق الحرة الأفريقية الحقيقة، لأنه في دفع من مصر طوال الوقت لأنه يتم تنشيط هذه السوق ويتم العمل بها من خلالها. وفي هذه الحالة يمكن للدول الأفريقية أن تتبادل السلع والمنتجات بدون حواجز جمركية أو بدون رسوم جمركية. وطبيعي أنه الدول الأفريقية متنوعة، فيمكن أن تتكامل في إنتاجها وفي قدراتها. يعني اذا كانت في دول فيها مواد خام او غيره، كمان كان الرئيس حريص على انه يبقى في مناطق صناعيه وتوطين للصناعه من خلال الطاقه، وشفنا في كاب 27 كان في حرص على انه يتم تعويض افريقيا بشكل جيد، بالشكل اللي يمكنها من الدخول في الطاقه المتجدده اللي هي متوفره بالفعل في افريقيا. فطبعا جزء مهم قوي العلاقات الثنائيه حتى مع اريتريا يعني او دول افريقيا بشكل عام، اعتقد انها قويه جدا، ومع اريتريا بشكل خاص لانه ليها علاقات ممتده وعلاقات سواء تاريخيه او سياسيه او توازنات امن قومي او غيره مرتبطه بالتاكيد باريتريا والصومال ودول مختلفه. قضيه الصومال نفسها فيها جزء مهم لتهتم بها مصر وتهتم بها اريتريا، ونفس الامر فيما يتعلق بالموقف الداعم للصومال في مواجهه اي تحديات مختلفه. نعم، كيف قرأت الحراك الدبلوماسي التي تقوم به السياسة الخارجية المصرية خصوصا في منطقة هامة مثل القرن الإفريقي، وتوجهات الدولة المصرية تجاه القرن الإفريقي وتجاه منطقة تأمين المجرى الملاحي للبحر الأحمر؟ يعني طبعا بالتأكيد الحقيقة مهم جدا أمن البحر الأحمر فيما يتعلق بالملاحة الدولية عموما، وبالملاحه في الدخول الى قناه السويس، ومصر بتبذل جهد في هذا الامر، واظن انه في قوات مصريه بتدعم هذا الامر في البحر الاحمر لحمايه الملاحه.
بالإضافة طبعا للتواصل مع الأطراف الإقليمية المختلفة ومنها الطرف الإريتري بيلعب دور مهم في هذا الأمر. فمن المهم جدا أن يبقى في اتفاق في مصر وإريتريا في هذا الأمر. أما بالنسبة لخارطة التحركات الدبلوماسية المصرية، أعتقد أنه مؤسسات المصرية والدولة المصرية قادرة أو راغبة دائما في أنها تدعم مسارات سياسية توقف أي صراعات، تتدخل بين الدول الشقيقة، تفتح الباب لتبادل خبرات أو عمل مشروعات. الشركات المصرية في أكثر من دولة أفريقية، منها يعني إريتريا، ومنها دول زي جنوب السودان، ومنها دول مختلفة زي تنزانيا، والسد اللي الشركات المصرية عملته. ففي ثقة أفريقية، ومصر دايما بترفع شعار الشراكة والتعاون مع الأشقاء في أفريقيا، وبتدعم زي ما احنا قلنا من شوية السوق الأفريقية المشتركة الحرة اللي تستطيع أن تدعم هذا الأمر. فإحنا دوائر مصر، ويمكن ده اللي جه خلى بيخلي مصر مش بس تحظى بثقة إقليمية ودولية وأفريقية، كمان بتحظى بإمكانيات أن تكون جسر بين أفريقيا وبين دول العالم. في ميزة مهمة تمكن مصر من القيام بهذا الدور، بالإضافة إلى حرص مصر على أنها تدافع عن قضايا أفريقيا زي ما شفنا في كاب 27 أو في قضايا المناخ عموما أو الارتباط التجاري، ومحاولات فتح أبواب وفتح علاقات متوازنة تعود بالأرباح على كل الأطراف وتراعي مصالحها. ويمكن في أفريقيا فكرة التكامل قائمة جدا، لأنه الدول الأفريقية لديها إمكانات تحتاج إلى الاستفادة والعمل بشكل كبير. نعم، الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، شكرا جزيلا لك.